نعود للموضوع الأردني، حيث أفاد مراسل العربية في عمان بإصابة 4 عناصر من قوات الدرك بعيرة نارية أطلقها محتجون في محافظة طفيلة جنوب البلاد، فيما استمرت الاحتجاجات في عدد من المدن على قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات منذ 3 أيام. وفرقت قوات الدرك تظاهرة احتجاج على أحد مداخل دوار الداخلية وسط العاصمة، واستخدمت الغازات المسيلة للدموع واعتقلت عددا من الذين شاركوا فيها. الآن مراسل العربية سعد السلاوي ينضم إلينا. سعد، مرحبا بك معنا. ما هو المشهد إلى الآن بعد هذه الأحداث التي كانت في الأردن ليلة أمس؟ يعني محمود، دعني أطمئن العرب القلقون على الأردن والأردنيين أيضا، أنه مقارنة أحداث أمس بأحداث قبل أمس انخفضت إلى حوالي 80%. يعني ربما هناك حالة من الوعي لدى الناس بدأت بأن ما جرى من اعتداء على مؤسسات وعلى بنوك وعمليات حرق وتخريب هذا شيء ليس له علاقة بالإصلاح أو المطالبة بالإصلاح، وبالتالي بات الأردنيون اليوم حريصين على بيوتهم، على مصالحهم، على دولتهم ومؤسساتهم. الهدوء بدأ يعود إلى معظم المدن الرئيسية بما فيها العاصمة عمان. بعد قليل نتوقع مسيرة كعادتها مسيرة سلمية من الجامع الحسيني هنا في وسط البلد. يعني الأمور الحمد لله بدأت مبشرة، ويبدو أن الناس بدأت تستوعب أن هناك 73% من الشعب الأردني الفقراء سوف يتلقون الدعم المالي. أعتذر منك على المقاطعة سعد السلاوي، ولكن بالفعل هذه النشرة زمنها ضيق للغاية. على كل إنسان نتابع معك التطورات في الأردن في نشرات لاحقة. سعد السلاوي مراسل العربية من الأردن، شكرا جزيلا. إلى الختام.